رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا، صفحه برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليه اسئلتكم المباركه، وتفضل جسر مفتوح بيننا، جسر من نور وبركه تخلينا دايما حاضرين في مجالس العلم اللي هي مذكوره عند الله سبحانه وتعالى. وتعالوا ناخد اول سؤال عندنا من الاستاذه منى من القاهره. استاذه منى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ كل سنه طيب حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. لو سمحت دكتور، انت كنت بتتكلم دلوقتي عن الزوج والاولاد. طيب، بس انا زوجي مش كده. طب نعمل ايه؟ يعني العيال بيضرب العيال. سلم يا رب. هو في فرق سن؟ 7 سنين. طيب كويس، احنا في المعقول اهو. طيب ايه اللي حصل بقى؟ بس اكيد ده هو بيضرب العيال وبيعمل الحاجات دي مش عشان فرق السن، عشان ايه بقى؟ قولي لي. بيجي من بره مثلا، ايه، مش طايق هدومه. طيب يبقى نسيبه لما يغير هدوم؟ هو كده بيجي مصروف ما بيسيبش. بيشتم العيال الفاظ وحشه. طيب لو عيل شتمه بيشرب حاجه؟ مش عارفه. طيب يعني في الاخر خالص هو دي الشكوى الكبيره، انت بقى مش عارفه تعملي ايه؟ وما بيصليش ولا بيصوم. طيب انت بتسأليني تعملي ايه؟ هقول لحضرتك حاجه منى، اقول لك حضرتك تعملي ايه. بص يا حاجه منى، عشان بس نكون واضحين، الراجل لما بيكون بهذه الوصف دوت بيبقى فيه السبب حاجتين، اللي هو اتعود عليه في حياته اللي قبل الجواز، بيبقى عنده نموذج بيقول له ان الضرب ما فيهوش حاجه، فالضرب اضرب يا سيدي ولا في اي حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى عنده شويه افكار عن الجواز، ان البيت دوت انا جاي عشان انام وارتاح، فهو ما بيبقاش عنده ثقافه ان البيت ممكن يتعمل فيه حاجه اكتر من كده. فاحنا محتاجين ايه اللي حاصل؟ ان احنا نوصل له ده. طب نوصل له ازاي ده؟ بان يجي ولد يقول له كلام حلو، بنت تنكشه وتقول له وحشتني، الكلام ده. فاحنا محتاجين ننوع شويتين ثلاثه في التعامل معاه، مش لازم انا اللي اتعامل معاه اول ما يجي بالاحتياجات، وان احنا مستنيينك وانت داخل زهقان ليه، هو انت الحلو كله لبره والوحش كله لجوه؟ مش هو ده الطريقه مع 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 النمط بتاع زوج حضرتك. لكن اسمه ايه؟ ان احنا كلنا نتفق ان احنا نخلي بابانا معانا بشويه حاجات لطيفه جدا جدا ممكن نعملها، وممكن احنا نقعد مع بعض ناكل كل مره مع بعض، مره واحده في اليوم مع بعض، ونتكلم كلام عن ايه اللي احنا محتاجين نحققه في حياتنا. الكلام ده مش كلام الناس اللي هم عندهم مستوى اجتماعي معين، كل الناس ممكن يتكلموا في هم بيحلموا بايه، ولحظات الكلام عن الحلم لحظات بتجدد الدم، بتجدد الامل، بتجدد الحياه. وانا اظن ان احنا لو عملنا كده ممكن هو يكون بيعمل ده كله لانه هو حاسس ان هو مضغوط ومفيش حل. لما احس ان اولاده بيفكروا معاه وهو بيفكروا بيتعاملوا معاه على ان هم سنده وظهره، وانت كمان بتعمل معاه كده، انا اظن ان هو هيكون القدوم الى البيت بالنسبه له احسن حاجه في الدنيا، والناس محتاجه لبعضها دلوقتي. فانا اظن لو عملت كده ده نوع من انواع الاحسان للزوج اللي في امس الازواج في امس الحاجه اليه دلوقتي. معانا الاستاذ صالح من البحيره. استاذ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صالح. أنا كنت عاوز أستفسر عن حلفان حلفته على زوجاته وكده، فإيه حصلت مشكلة وإيه وطلقتها طلقة لينة، مش عارف بقى إيه. يعني أنت رحت عند المأذون وطلقتها طلقة بائنة؟ لا، ده في البيت حصلت مشكلة وكده، فإيه قلت لها أنت طالق. فطلقتها طلقة، أمال إيه بينة دي؟ يعني كنت ايه متاكد ان ايه مثلا ان مفيش رجعه وكده، يعني ايه بيقول لك في طلقه، يعني انت بتنرفز وانت بتنرفز وكده، بس انا كنت متاكد ان هي مثلا ايه ان انا بطلعها ان شاء الله. بص، ممكن اقول لك حاجه صالح، يعني انا ما اتمناش ان انت تطلق، انت بتطلق، انت شغلتك ان انت تطلق، لكن مش شغلتك ان انت تفتي نفسك. احنا مش المساله مش ناقصه خالص يا حاج صالح، احنا دلوقتي عاملين مشكله ومطلقين، يعني كمان هنفتي نفسنا فنجمع ما بين مصيبتين؟ انا بقول لك انا لنيتي انا. طيب دي اول مره تطلق فيها؟ دي اول مره. في اي حاجه عند مأذون؟ لا. فيش اي قضايا مرفوعه للطلاق ولا اي حاجه؟ لا، مفيش الكلام ده، احنا قاعدين مع بعضين.
قاعدين مع بعضين. ما انت لسه، انا اسف بعد اذنك يا استاذ صالح، انت لسه رزع على طلاق اهو، ما انتوا قاعدين مع بعضكم وحضرتك رزع على طلاق. قلت لها حضرتك ايه؟ طب انت طالق وبقى يعني كده يعني مش كده؟ قلت لها انت طالق، وكان قصدك ايه وانت بتقول لها انت طالق؟ لا بالله انا بطلقها. بطلقها. طب بص اقول لك حاجه، تعال لنا بقى على دار الافتاء، لان واضح ان انت ايه عايز تأدبها بالطلاق، واحنا التأديب بالطلاق ده محتاج له شغلانه تانية. فحضرتك يا اما تتصل علينا على 107 او تتصل علينا، لان مش هينفع اعالج مساله ان انا كنت بطلقها. في الغالب الناس اللي بتعمل كده بيكون هم محتاجين ان هم يعدلوا مفهوم الطلاق عندهم. انا بقول ليه، بقول كده يا ساده، ليه بعمل كده؟ استاذ صالح لسه معانا؟ طيب ليه بقول كده يا ساده؟ ارجوكم الساده اللي بتفتي في الطلاق، احنا بنتكلم على اسره، فالمساله مش مساله انت مش جزار، انت بتتكلم عن اسره، فلازم تكون فاهم ان لما حد بيجي يسالك في الطلاق في بعض الاحيين انت لازم تكون ذكي وتعمل حاجه، ما تخليش الامر ده يتكرر مره تانية. انا لما الاقي حد بيقول لي انا كنت عايز اطلقها كذا كذا كذا، طب وانت لو كنت عايز تطلقها انت بتسالني ليه؟ اما عشان وانا اقول لك ان هي ترجع او ما ترجعش، او انت بتبقى عايز تثبت وتقر بانك انت كنت عايز تطلقها وبتاكد الطلاق ده. طب ما انت لازم ينتبه الواحد ان انت الطلاق ما لم يخلق عشان التاديب، الطلاق ما اتخلقش عشان التاديب يا سيدي، الطلاق ربنا ما شرعهوش عشان التاديب، الطلاق ربنا شرعه عشان استحاله العشره الناس تنفصل. لكن احد المصايب اللي احنا عايشينها ان الطلاق بيستخدم للتاديب. لا والله، اولا الستات احنا مش متجوزينهم عشان نأدبهم، الستات متجوزينهم عشان في الحقيقه نعيش معاهم. هل انا مش قادر ان افتيه دلوقتي في الطلاق ده؟ لا، انا عايزه يوصل لنا مباشره. ليه؟ عشان في مفهوم لازم يتعدل في مساله الطلاق عنده، وهو بيعمل كده اهو، ممكن على فكره يكون بيقول خلاف اللي هو كان عنده في الحاله دي. ليه؟ لانه عايز مصر ان هو يأدبها. في رجاله ستات كتيره بيستخدموا الطلاق، ورجاله كتيره بيستخدموا الطلاق عشان التأديب، الطلاق مش مشروع عشان ده. عشان كده انا استاذ صالح لو سمحت اتصل بينا على 107 او اتصل بيا بعد الهوا. معانا الاستاذه هند. استاذه هند الو. السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه هند. هو انا متزوجه من حوالي 9 سنين. متجوزه من 9 سنين؟ بالظبط. وفارق سن بيني وبين زوجي 14 سنه. وفي فرق تعليم، يعني انا بكالوريوس هو تعليمه دبلوم. طيب. فالنتيجه انا هو انسان كويس جدا، طيب جدا، حنين جدا، كل حاجه فيه حلوه جدا. ايوه. بس فين بقى بط؟ ده كله يس، فين بط بقى؟ فين ولكن؟ فين ولكن بقى؟ ولكن ان من 5 سنين اتحرش ببنت اختي كان عندها 14 سنه. وانت عرفتي ازاي؟ وانت عرفتي ازاي؟ البنت حكت لنا، وطبعا هو بان عليه التغير والتوتر الفظيع. وبعدين حسيت بيه بالندم. سنه كام؟ يعني سنه كام؟ هو دلوقتي 61 سنه. الكلام ده من 5 سنين، يعني هو كان ساعتها عنده 56. تمام. وندم بقى جامد، يعني انا حسيت فيه بالبكاء والعياط ساعتها. بس انا ما واجهتيش. ولا اختي واجهتها. وعملنا ايه مع البنت؟ عملنا مع البنت، مش اتكلمنا معاها، لان البنت كمان بتحبه جدا. هي البنت بتحبه، وبعدين احنا اقدر اقول شهاده حق لله، هو عمل مع اختي واولاد اختي كل خير حضرتك تتخيله في الدنيا. واختي عملت معاك كل خير حضرتك تتخيله في الدنيا، وقفوا جنبه ماديا ومعنويا، لان كان اهلي كلهم رافضين. رافضين طبعا بفرق السن وفرق المستوى الاجتماعي. بس والحياه حلوه جدا بينا، لان اختي كمان عندها مشاكل كبيره جدا مع جوزها. هو كان بالنسبه لها الاب، يعني هو كان بيعامل اختي على انها بنته.
يساعدها ماديا، واي زنقه تقف فيها واي خدمه يعملها لها. فطبعا هم بيحبوها جدا. وبعدين وعشنا حياتنا تمام، هو واقف جنبي، انا كنت مريضه، اتعرف عليا مبالغ كبيره جدا عشان احاول اخلف. هو كان متجوز قبل ايه، عنده 3 اولاد، وقف جنبي جامد وخلاني احاول اخلف، اتعرف عليا كل. طب السؤال فين يا استاذ زين؟ السؤال انه بعد انه لسه دلوقتي تاني اتحرش ببنت تانيه صغيره. اوف. البنت عندها حوالي 15 سنه. طيب. انا طبعا دول ولادي، وانا ماليش غير اختي وولادها. 15 سنه اللي هي اخت البنت اللي عندها 17 سنه. بالظبط. طيب احنا اتاكدنا من كل الكلام ده؟ احنا اتاكدنا من الكلام ده كله؟ البنات يا مولانا، بص هم تربيتنا. طيب السؤال بسؤالك بقى، سؤالك فين يا استاذ؟ السؤال ان انا اتطلقت واضطريت على الطلاق. فين سؤالك بقى؟ سؤالي ان هو صعبان عليا جدا، لان هو صحيا ضعيف. ما بيقدرش يشتغل، انا اللي كنت شغال المحل بتاعه وشغلاني. طيب خليني بس اقول لك حاجه يا استاذه هند، لو كان سؤالك بس ان انت دلوقتي حاسه بالذنب تجاهه عشان انت وقفت الوقفه دي، انا بقول لحضرتك المعادله ان احنا عندنا حد تحرش وثبت تحرشه، في فجوه بقت بينك وبينه، والفجوه دي هتزداد، ومع تكرار الامر ده انت ممكن يكون موقفك بعد كده اسوأ واسوأ واسوأ، لان واضح ان هو في الحقيقه في شيء نفسي غير مناسب هو اللي بيخليه ده، وهذا لا علاقة له بمسألة التحرش. ويبدو والله أعلم عدم قدرته، هو زي ما انت قلت ان هو تأثره ان هو ما بيقدرش يمتنع عن ده. احنا مش هنساعد متحرش على ان هو يبقى على تحرشه. احنا مش هنساعد متحرش لا يبقى على تحرشه. احنا عندنا 4 حاجات لازم يعملهم المتحرش عشان نقبل الحياة معاه مرة تانية. اول حاجة يداوي ما وقع منه من اخطاء، حتى لو ادى ده الى انه يتعاقب، ولابد ان هو يعتذر، ولابد ان هو يقوم بجبر ما حصل في نفس من تحرش به. ما عملش كده يبقى هو ما عملش حاجة. ليه طيب؟ لان هذه الاثار تتمادى، يعني هذه الاثار تتمادى، يعني مثلا البنات دول ممكن في لحظة من اللحظات لا يثقوا في حد مرة تانية في حياته. فيبقى اذا ده اول حاجة لازم نعملها. تاني حاجة لازم يعملها ان هو يعلن تعوبته ويغير من برنامج حياته، حتى لو ادى ده ان هو لو هو عارف كويس ان ده سببه اي اضطراب نفسي، لازم كمان مع تغيير برنامج حياته انه يروح يتعالج. الحاجة اللي بعد كده كمان ان هو بشكل واضح يكون معبر وممارس لكراهيته للتحرش. بغير الحاجات دي مش هنقدر نستقبل اي حد ما قامش بدوره، ما خلص الضحايا بتاعته من اثاره، لان الاثار السلبيه دي سيئه. انت بتساليني، انا قلبي موجوع عليه، مشاعرك نبيله، وهو في الحقيقه لازم قلبه هو اللي يتوجع على اللي تحرش بيه. لا، انا بقول لحضرتك اطمئني، انت ما قصرتيش، وانت ابدا مش بنت اصول، لا انت عملت اللي عليكي. والمرة الاولانية كان هو لازم يعالج ده، يعمل الخطوات الاربعة اللي احنا قلنا عليهم دول، اما وانه ما عملش ده وعاد الامر ده، فلازم تعرفي ان المسألة دي زي ما بيقولوا كده ده داء مش هيسلاه، فلذلك كان لابد ان انت تعملي اللي انت عملتيه ده. فاللي انت عملتيه ده كان صحيح، لان هو في الحقيقة، طب وفين التوبة؟ هو لغاية دلوقتي لازم نتأكد ان هو تاب، لازم يرد المظالم لأهلها. المتحرشات بهن بيبقى في بعض الأحيان التحرش دمار لحياتهن، فاحنا لازم نعالج ده بشكل واضح ومحترم إذا كنا عايزين نخرج ونتوب إلى الله. يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا مع بعض عن فارق السن الكبير، ولعل آخر سؤال في الحقيقة سؤال
واضح فيه قد ايه وايه المشكلات اللي ممكن تترتب على فرق السن الكبير، لان في الحقيقة ممكن الشخص يكون فيه مشكلات كبيرة عند الشخص ده. فاحنا لابد ان احنا نهتني بكل الاشياء اللي احنا قلناها فيما يتعلق بفارق السن من الاقتراب من بعض، ومن كمان محاولة ان كل واحد فينا يبقى قيمة اضافية في حياة الاخر، سواء الصغير يبقى باب من ابواب البهجة وباب من ابواب الامل، وكذلك الكبير باب من ابواب الحكمة. ولازم نجلس مع بعض فترات طويلة عشان نقرب من بعض ونفهم بعض. يا سادة احنا دايما عايزين نكون في حالة اتزان، لان ترك الاتزان سواء في معايير الاختيار او ترك الاتزان في ادارة مشكلاتنا الزوجية ممكن تؤدي بمشاكل كبيرة جدا جدا احنا في غنى عنها. خلونا دايما نكون عنا على الاتزان، ونسعى دائما بالتمسك بمدد ربنا، وان احنا عندنا باب كبير من النعمة وهي المودة والرحمة اللي هي مدد ربنا لبيوتنا. يا رب احفظ بيوتنا من كل مكروه وسوء، واجعل بيوتنا دايما في أمانك وفي رحمتك وفي رضوانك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا في محل نظرك وأمنك يا رب العالمين.